من أهم القوانين المفيدة جدا لكل من يمتلك عاطفة، ولكل بيحلم بإحداث تغيير في مجتمعه أو في بيته أو في أسرته، لازم تفرق بين حاجتين مهمين جدا، بين الانتصار وبين الانتقام. هل تريد مع أولادك أن تنتصر لهم ولمستقبلهم وتجعل حظهم في المستقبل أكبر، ولا عاوز تنتقم منهم؟ هل تريد في مجتمعك أن تنتصر على زميلك اللي في العمل وتنتقم، أم تنتصر لصالح الفكرة الكبرى لمكان العمل؟ هل تريد أن تنتصر للثورة أم تنتقم من أجل الثورة؟ الانتقام يقود إلى معارك لا حصر لها. عندما أراد الإيرانيون بعد ثورة 1979 أن ينتقموا من كل رجال الأعمال الذين تعاونوا مع الشاه، انتهى الاقتصاد وتوقف، هرب الناس. لكن عندما قدم التوانسة حل لرجال الأعمال الفسدة، قالوا يا عم الحاج أنت كنت مستفيد من النظام، ادفع الضرائب التي كانت عليك واشتغل عادي، أو في قرية ما تفتقد إلى شبكة صرف صحي، اعمل هذه الشبكة ونحن سنتركك في هذه اللحظة. يعني إذا أردت أن تحصل على العسل فلا ينبغي أن تدمر خلية النحل. ففي فرق ما بين الانتقام والانتصار. غالبا إذا كان هدفك الانتقام تقول والله يعني عندما نتمكن من العمل، نتمكن من الأفراد، سوف ننتقم من هؤلاء الناس. أنت الآن منتقم منك، ضحية وتذاق الويلات، لكن أنت رؤيتك تماما مثل رؤية الجلاد. الجلاد الآن هو ينتقم الآن. أنت بيسموه في الفلسفة الإنسان يملك ما يسمى بالعنف المؤجل، الانتقام المؤجل. فأعتقد أن لا ينبغي لأي أب أو ناشط سياسي أو ناشط اجتماعي أو مؤلف أن يتحرك بنفسية الانتقام، تنشئ معارك لا حصر لها. يتحرك بنفسية الانتصار، أن تنتصر لهذه المبادئ، للكرامة والحرية والعدالة الإنسانية. هذا الانتصار يعني أن تتغاضى عن بعض الأخطاء وأن تتحالف أحيانا مع بعض الأعداء، طالما أنك تسير في إطار يضمن المبادئ الكبرى. العم منديلا الله يرحمه الكلمة جميلة جدا، لما انتهى نظام الفصل العنصري وقف في حفل التتويج وقال إنما أنا هنا لأنتصر للضحية والجلاد. لا كده كلام مش فهمنا، إيه الضحية وإيه الجلاد؟ قال إنما هنا أنتصر للسود الذين ذاقوا الويلات من البيض، وأنتصر للبيض الجلادين لكي أسمح أن يظلموا أحدا بعد ذلك. وبالتالي رفع شعار ضخم جدا في جنوب أفريقيا مع القس ديزموند توتو اسمه المسامحة مقابل الحقيقة. تعالوا نعيش نطوي الماضي اللي كان كله جراح عن رأي الأغنية، وننطلق في اتجاه المستقبل، نغلق أبواب الماضي الكئيبة مقابل الحقيقة ثم المسامحة. فإذا الانتصار ينبغي أن يكون هدفنا كلنا وليس الانتقام. إذا تملكتنا هذه النفسية أن ننحاز للمستقبل، أن ننتصر لا ننتقم، أعتقد سيكون مسار تحقيق الحرية والكرامة والعدالة أيسر من مسار الانتقام. فالشعوب لن تنحاز لمن يريد أن ينتقم ويقتل ويشرد، وإن كان على الحق وإن كان من قبل مظلوما وضحية للجلاد.